السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا مع موقع قوي جدا اسمه اليوسيد الشارت. ده منافس قوي للفيزيو في مزايا ومنها ان هو اونلاين، فتقدر في اي وقت تفتحه وتقدر تشتغل عليه وتقدر تسيف الشغل اللي تفتحه على الفيزيو او تفتح اي ملف على الفيزيو وتشتغل عليه اونلاين لو انت البرنامج مش مستهدف تبقى عندك. فده من ضمن المزايا ان الواحد بيحب يشتغل على الموقع بدل ما يستخدم برامج. طيب اول ما تفتح بيقول لك انت عايز تشتغل في اني جزئيه، هل education product operation business other زي ما انت عايز. خلينا نقول له مثلا انا عايز leadership management. تمام. طب بيقول لي انا حاجه من الحاجات ديت manager ولا team member ولا عايز تعمل home. خلينا نعمل home. تمام. فده واحده فاضي خالص بلانك، فهقول له افتحه لي. فهو بيشرح لك الفكرة تتعمل ببساطة ازاي. تمام. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم فلوت شارت ديت، وبعد كده هبدا احط ديت مثلا، وبعد كده ديت العمليات بتاعتي، وبعد كده ممكن تيجي هنا من عند النقطه ديت وتوصل ده ودوت وده برضو توصل ده بده. تمام. وتقدر توصل هو عامل كويس ونو، فانت داخل على هتوصل بحاجه تانية. لما توصلت بالفراغ بدا يحط لي ان انا احط داتا مثلا هنا. تمام. ومن الداتا دي هاجي هنا من عند النقطه دي واقول له امشي بالشكل دوت. تمام. تقدر تعدل زي ما انت عايز في الاشكال ديت. تمام. ولو عايز تكتب في اي وقت دوس على حاجه مرتين وادخل واكتب مثلا اي كلمه انت عايزها. وتقدر تيجي هنا على الاسهم مثلا دوت، تيجي تقول له انا عايز اغير النوع بتاعه مثلا، عايزه في الشكل دوت او عايزه في الشكل دوت زي ما انت عايز. ممكن تقعد ايه عايز اغير مثلا الكتابة نفسها. تمام. تقدر تيجي هنا تغير نوع الكتابة والخط زي ما انت عايز. ممكن تخليها مثلا حاجة بالحجم ده مثلا. تمام. وتغير اللون، تغير التنسيق، وبعد كده ممكن تقول له مثلا انا عايز اسيف الشغل دوت، تقول له فايل سيف از، يبقى عندك نسخه موجوده اونلاين. عايز اقول له انا عايز اعمل داونلود فاقدر اسيفها عندك الجهاز، فبيقول لك انت عايزها انا ابتدي من دول، هل انت عايز بي دي اف ولا صوره ولا جي بي جي ولا فيزيو. تمام. ولا عايز كارنت بيج ولا عايز كروبتو كونتنت، يعني انا جزء اللي انت عايز تعمله داونلود. وممكن تعمل شير بحيث ان بقيه الناس تقدر يدخلوا، بقيه الفريق تقدر تاخد الرابط او تبدا تكتب الايميلات بتاعتهم بحيث ان هم يقدروا يدخلوا يعدلوا على الملف زي ما هم عايزين. طيب لو انا عايز ابدا اعمل سيتنج، ابدا اخش على الديت مثلا، حجم الصفحه خليها مثلا A3، الفورمات عايزها بالشكل دوت ولا عايزها عريضة الشكل دوت ولا الشكل دوت، والوحدة القياس بتاعتك بالايه، اللون الخلفية عايزه اني لون، تقدر تختار اللون اللي انت عايزه، وتقدر دول برضو تختارهم كده وتحدد اللون اللي انت عايزه مثلا اهوت. الحدود بتاعتك تبقى ظاهرة اهي. عايز الجريد، تشوف الجريد ولا متشوفش الجريد اللي هي ديت، عايز يبقى فيه تجاذب ولا لا، طبعا لازم يبقى فيه تجاذب وانت شغال. الجايد عايزها تظهر معاك ولا لا، الجايد اللي هي ان انت بتشد المسطرة كده وتحطها. تمام. لو انت حبيت تخفيها تقدر تخفيها، وتقدر تكبر مساحة العمل بتاع الشاشة زي ما انت عايز، مش ملزم انت بمسافات محددة.
تمام. هتلاقي هنا اشكال كتيرة جدا تقدر تزود زي ما انت عايز، تمام. يعني ممكن تقول له انا عايز حاجات من اليو ام ال، عايز حاجات من الداتا فلو، عايز حاجات خاصة بإدارة المشاريع، عايز حاجات خاصة بالتايم لاين، عايز حاجات خاصة بالإدوكيشنال، عايز حاجات بالبروسيس انجينيرنج. كل الأشكال دي موجودة تقدر تتعلم عليها، تظهر معاك هنا على طول زي ما انت شايف.